زياد. نعم يا بابا. ما تقوم هذا اشرب. ما تقوم انت، اصل رجلي بتوجعني. يا حبيبي الكوبايه ايه؟ مد ايدك هاتها. طب مش انا عملت لك شاي امبارح؟ وانا فتحت لك الباب امبارح. وانا اديتك 5 جنيه الصبح. 5 جنيه اهي، تقوم شرب نفسك. طب انا بجيب لك لبس العيد. ما انا بقول لك يا بابا قدام الناس، يا ديت ببلاش. يا ابني عطشان هموت. ما تقوم اشرب وشربني معاك. قوم انت وشربني معاك. هو انت مش عطشان؟ لا مش عطشان. انقطاع في مياه الشرب لمدة 48 ساعة، واللي عنده مياه يلحق يشرب. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج البحباحاني. دقيقتين ثلاثة من وقتك قبل فوات الأوان. طبعا الفيديو اللي فات ممكن بعض الناس ما تاخدش بالها منه وما يكونش مفهوم لبعض الناس تانية. هوضحه لك في كلمتين. الناس كلها العبادة قدامها متوفرة وببلاش، بتبقى صحتك حلوة ومية مية، ولكن لما بتتعب بتبدأ ترجع لربنا، أو لما تكبر في السن وتقع خلاص ترجع لربنا. كم مرة قررت انك ترجع لربنا ولكن كلمة سوف اعمل هي اللي عطلتك؟ ما تستناش حد عزيز من اهلك يموت عشان تعتبر وترجع لربنا. ما تستناش يجيلك مرض يقعدك في البيت عشان تبدأ تصلي وتلتزم. ما تستناش ربنا يشيل من عندك نعمة عشان يفكرك ان هو شايفك ومطلع عليك. عزيز المشاهد الجميل، بالرغم من ان صحتك حلوة ما شاء الله يعني، فلو كنت شاب هتتسأل على شبابك مرتين. فان كنت شاب فعلا فياريت تلحق نفسك من دلوقتي قبل فوات الاوان. وبالرغم من انك بتسمعنا دلوقتي وممكن تقول انا اول ما اقفل الفيديو خلاص هتغير وهعمل وهخلي وهسوي، ولكن في بعض الناس بتقول لا 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 لا، مش انا اللي اتغير، لسه بدري جو الالتزام والبتاع ومش عارف هو بطل لا ما لسه بدري يا عم. وناس تانية فعلا هتتغير حاليا قبل ما تقفل الفيديو، واول ما تتك الغى كأن شيء لم يكن. عزيزي المشاهد الجميل، ان كان ربنا مديك نعمة الاسلام ومن عليك انك تكون من عباده الصالحين، فياريت تدعي لي وتدعي لكل واحد عاصي، لان احنا كمسلمين ما نتمناش اي حد من المسلمين يدخل النار، ولا نتمنى ان اي حد برضه من الكافرين يدخل النار. عشان ما نكونش عونا مع الشيطان ندعي لكل الناس بالهدايه. وعشان ما اطولش كالعاده، ان عجبك الفيديو اديني لايك، وان ما عجبكش يا سيدي معلش كرم من حضرتك لايك، ولو جديد في القناه اكبس اشتراك وتعليق بالصلاه على النبي او ذكر جميل او اي حاجه تاخد عليها اجر يعني. والسلام عليكم.